ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة كان مسرحا لقمة الجولة الثانية والعشرين من عمر رابطة المحترفة الأولى بين عامد أندية شرق البلاد شباب قسنطينة والرائد اتحاد العاصمة في مباراة كان يبحث فيها الفريقين عن النقاط الثلاثة لغير. العلاقة الوطيدة بين أنصار الفريقين لم تكن حاضرة قبل بداية اللقاء نظرا لحساسية المباراة وأهمية النقاط، الأمر الذي كاد يخرج المباراة عن إطارها الرياضي. سي دوماج nous avons joué je crois un bon match de football. Nous avons essayé d'être présents de bout en bout et mais en football ce sont les détails qui font la différence. On a fait un petit pas ce soir, mais c'est tout reste à faire, tout reste à écrire. Voilà, il y a encore des matchs très importants. والعرف صراعا تكتيكي وندية كبيرة في وسط الميدان وانعدام الفرص أمام المرمى في شوط لم يرقى لمستوى تطلعات الناخب الوطني وحيد حالي لوزيج. جمهور السياسي كان عليه الانتظار حتى الدقيقة 37 لمعايشة أول فرصة لفريقه والتي جاء لإثرها الهدف الأول في المباراة عن طريق حمزة بولمدايز رفعا رصيده إلى 8 أهداف. الشوط الثاني جاء مغير لسابقه وعرف حيوية في اللعب خاصة من جانب أصحاب الأرض الذين خلقوا عديد الفرص في غياب الفعالية أمام المرمى. أخطر فرص الشباب جاءت عن طريق دراك في المرة الأولى كرته وجدت متألق زيماموش وفي الثانية تسديدت بالأخضر أخرجها بالموسى من على خط المرمى. تغييرات فيلود بإشراك كل من جدية سوغار وأندريا أتت بثمارها حيث تمكن الاتحاد من تقمص ثوب البطل في الخمس دقائق الأخيرة بتعديل الشافعي للنتيجة برأسية سكنت مرمى الحارس سيدريك. الحمد لله يا ربي جاء الهدف سيرين بالاريتي وعاودنا امنا بالامكانيات هنا وزدنا سجلنا الهدف الثاني. مي احنا اون دوزيام ايتون عاودنا لو موبيليزينا لي جوار ايتو اون افي لي شونجمون كيل فالي ونشكر كاع اللاعبين اللي جاو هنا معنا لي 18 اللي راهم هنايا معنا. استفاقة الجناح الطائر للاتحاد زين الدين فرحات اثمرت هدفا ثانيا في الوقت البدل الضائع بعد تمريرة هذا الاخير للبديل أندريا الذي أهدى للاتحاد أحلى انتصار هذا الموسم. On a essayé de rattraper tout en deuxième temps et voilà à la fin on a réussi à gagner. ليعلن الحكم بنوزة عن نهاية المباراة بهزيمة ثانية على التوالي للسنافر في البطولة وهو الذي يعاني من سوء البرمجة التي أثرت على المستوى البدني للاعبين وفوز سمح للاتحاد بمواصلة سلسلة 14 مباراة دون انهزام وتعميقه لفارق النقاط على أقرب ملاحقه. ان شاء الله نكملوا في لي بون ريزولتا باش نلحقوا ان شاء الله المبتغى تاعنا هو البطوله الوطنيه ان شاء الله. انا ايتي لوتور اوسي دو مالادريس دوفان لي بوا باسكو 1-0 اون اوري بو ماركي فاسيلمان لو دوزيام فوار لو تروزيام بوت. فوز كبير.